فضيلة الشيخ، ملابس أصابتها نجاسة، هل يصح غسلها مع ملابس أخرى طاهرة في غسلة واحدة أو بوضعهما معا في غسالة مرة واحدة؟ جاء في الأحاديث النبوية وأقوال الفقهاء ما يفيد أن الماء الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة له إلا إذا غيرت طعمه أو لونه أو رائحته، أما الماء القليل فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة له سواء غيرت شيئا من طعمه أو لونه أو رائحته أو لم تغيره. والماء الذي يكون في الغسالة العادية في البيوت يعتبر ماء قليلا، وعليه فلو وضعت فيه ملابس متنجسة فإنه ينجس، وكذلك ينجس كل شيء أصابه هذا الماء. والإمام الشافعي يرى أن الماء القليل ينجس إذا وضعت الملابس المتنجسة فيه، أي كانت واردة عليه، أما لو وضعت الملابس قبل الماء ثم صب عليها كان الماء واردا، فإن الغسالة وهي الماء المتخلف عن الغسل لا يكون نجسا، وتكون الملابس قد تطهرت إذا كان الماء خاليا من المنظفات التي تضاف إليه، أي كان ماء مطلقا لا يتغير بشيء آخر من الطاهرات، وزالت عين النجاسة ولونها ورائحتها. وتيسيرا للغسل ووقاية من النجاسة، يمكن وضع الملابس المتنجسة وهي ملابس الأطفال في الغالب في البانيو أو في وعاء كبير، ثم يصب عليها الماء وتزال عين النجاسة وتعصر بعد ذلك فتكون طاهرة من النجاسة، ولأجل التنظيف أكثر تغسل في الغسالة مع المنظفات مرة أو أكثر، وفي النهاية تشطف بماء صاف فيتم غسلها وتطهيرها على هذه الصورة. ومن الأفضل غسل ملابس الكبار إذا كانت طاهرة وحدها، ثم تغسل ملابس الأطفال على النحو الذي ذكرناه لتستريح النفس ويبعد الوسواس، والله أعلم. وهذا سؤال يسأل فيه صاحبه، هل يجوز الوضوء داخل الحمام في الوقت الذي يوجد حوض الغسيل إلى جانب قضاء الحاجة في مكان واحد؟ من المعروف عند الفقهاء أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وأن الكراهة تراعى قبل الند والاستحباب كما تراعى الحرمة قبل الوجوب، وذلك للاحتياط على الأقل. ومعلوم أن المكان الواحد الذي يجمع هذه المرافق يغلب عليه التلوث والتعرض للنجاسة إن لم تكن هناك عناية بالغة بالنظافة. والوضوء من الحنفية داخل الحمام مكروه إن خشي الإنسان النجاسة من تساقط المياه على الأرض المتنجسة ووجد مكانا آخر يتوضأ فيه غير هذا المكان. فإن أمن النجاسة أو لم يوجد مكان آخر للوضوء فلا بأس بالوضوء في الحمام. ومن آداب قضاء الحاجة عدم الكلام، ومنه الذكر والدعاء وقراءة القرآن، حتى لو عطس لا يحمد الله، ولو سلم عليه إنسان لا يرد عليه السلام، ولو سمع الأذان لا يجيب المؤذن، أي لا يقول مثل قوله. وقد روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. ورأى العلماء أن هذا المنع لا يقتصر على حالة قضاء الحاجة كالتبول والتغوط، بل يشمل وجود الإنسان في هذا البيت المعد لقضاء الحاجة. وعليه فإن المتوضئ في الحمام لا يسمي ولا يذكر الله أثناء الوضوء ولا قبله،
ولا بعده حتى يخرج منه، والحكم هو الكراهة للحرمة، فليس في المخالفة عقوبة والأفضل عدمها، مع التنبيه على أن النية الواجبة في الوضوء أو الغسل محلها القلب، ولا يجب التلفظ بها باللسان، فلا داعي لهذه النية القولية ما دام في الحمام، ويكتفى بالنية القلبية عند من يقول بوجوبها. ومحل كراهة الكلام إذا لم تكن هناك ضرورة أو حاجة تدعو إليه، كالتنبيه على خطر أو الرد على من ينادي ونحو ذلك، فإن وجدت فلا كراهة، والضرورة تقدر بقدرها. الله أعلم. فضيلة الشيخ، كنت متجها للمسجد لأداء الصلاة، ومرت سيارة على كمية مياه في الشارع، فتطاير الماء وبلل ملابسي، ولا أعرف إذا كان هذا الماء نجسا أم طاهرا، فماذا أفعل؟ قال العلماء: لا يجب غسل ما أصاب الإنسان من طين الشارع، فقد روي أن عليا رضي الله عنه كان يخوض طين المطر ثم يدخل المسجد ويصلي ولم يغسل رجليه. قالوا: لو سقط شيء على الإنسان لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب أن يسأل، ولو سأل لا يجب على المسؤول أن يرد حتى لو علم أنه نجس، ولا يجب غسل ذلك. وروي أن عمر رضي الله عنه كان في الشارع فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب، ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى. وعلى هذا، ما دام الإنسان لا يعرف نجاسة ما أصابه من رشاش في الشارع فلا حرج عليه، وقد يكون ذلك مما تعم به البلوى في مثل المدن المزدحمة بالسكان. والله أعلم. فضيلة الشيخ، ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه: ما حكم الشرع في سؤر الآدمي وسؤر الحيوان الذي يؤكل لحمه والذي لا يؤكل لحمه؟ هل من الممكن الاغتسال به والوضوء كذلك؟ ونتفضل بمعرفة معنى السؤر الأول. مبدئيا نقول: السؤر هو ما بقي بعد الشرب، وسؤر الآدمي طاهر حتى لو كان الآدمي مشركا. وقوله تعالى: إنما المشركون نجس، المراد نجاسة الاعتقاد. روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أشرب وأنا حائض فأناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في، أي يشرب من المكان الذي شربت منه. وسؤر الحيوان المأكول اللحم طاهر لأن لعابه طاهر. قال أبو بكر ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن سؤر ما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء منه. وسؤر ما لا يؤكل لحمه غير الكلب والخنزير طاهر، لحديث أخرجه الشافعي والدارقطني وله أسانيد تقويه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ مما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وما أفضلت السباع كلها. ولحديث الدارقطني أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في بعض أسفاره ليلا، فمروا على رجل جالس عند مغزاه، أي حوض يجتمع فيه الماء، فقال عمر للرجل: أولغت السباع عليك الليلة في مغزاتك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب المغزاه لا تخبره، هذا متكلف، لها ما حملت في بطونها ولنا ما بقي شراب وطهور. وروى مثله أو قريبا منه
الإمام مالك في الموطأ، وسؤر الهرة طاهر لحديث رواه الخمسة، وقال عنه الترمذي حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أما سؤر الكلب والخنزير فهو نجس، لحديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وفي رواية مسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وأما سؤر الخنزير فلخبثه وقذارته. والله أعلم. وهذه رسالة من مستمع يقول فيها: أعمل راعيا للمواشي وأحيانا يصيبني بعض رشاش من بولها، وقد تشرب هذه الحيوانات من ماء وأحتاج إلى الوضوء مما بقي منه، فما رأي الدين في ذلك؟ قال تعالى: وثيابك فطهر. وقال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، رواه مسلم. أكثر الفقهاء على أن طهارة الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة، ونقل عن الإمام مالك قول بأن إزالة النجاسة سنة وليست بفرض، وفي قول قديم للشافعي أنها غير شرط لصحة الصلاة. فعلى هذين القولين تجوز الصلاة في الثوب إذا كانت فيه نجاسة، وهذا الحكم في النجاسة المتفق على أنها نجاسة كالبول والغائط. وهناك أشياء مختلف في نجاستها، منها أبوال الحيوانات التي يؤكل لحمها، وكذلك أرواثها مثل البقر والإبل والغنم والدجاج والحمام والعصافير. فقد قال الإمام مالك إنها ليست نجسة، وعلى هذا يجوز لراعي المواشي أن يصلي بالملابس التي أصيبت ببعض البول أو الروث من مأكول اللحم، وليس منه الحمار والكلب، وإن كان الأفضل تطهيرها مراعاة للنظافة والصحة. أما الوضوء من الماء المتبقي من شرب الحيوانات فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي إلى الهرة الإناء حتى تشرب، أي يميل الإناء الذي فيه ماء لتشرب منه القطة، ثم يتوضأ بفضلها أي بما بقي في الإناء، فقال إنها ليست بنجس، رواه أحمد وأصحاب السنن، وقال الترمذي حسن صحيح. وروي أنه سئل: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. أخرجه الشافعي والدارقطني والبيهقي، وقال له أسانيد يقوي بعضها بعضا. بناء على هذا قال العلماء: إن الحيوانات الطاهرة أي غير الكلب والخنزير إذا شربت من الماء وكان كثيرا لا ينجس مطلقا، أما إذا كان قليلا كملء دلو أو قدر فإنه لا ينجس أيضا، ما دمنا لا نعلم أنها وضعت في فمها شيئا نجسا. وغالب حيوانات الحقل كالبقر والغنم لا تأكل نجسا، وعلى هذا فإن الماء المتبقي من شربها تجوز الطهارة به، ومع ذلك لو وجد ماء غيره أنظف منه يكون الوضوء منه أفضل، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نود أن نعرف ماذا على المسلم من آداب عند قضاء الحاجة، وما حكم قضائها في مرحاض متوجه للقبلة بطبيعته حسب تصميم البناء؟ من آداب قضاء الحاجة: أولا، إذا أراد الإنسان دخول بيت الخلاء يسن أن يقدم رجله اليسرى ويقول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
أي ذكور الشياطين وإناثها، لأنها تأوي كثيرا إلى هذه الأماكن. وإذا كان قضاء الحاجة في خلاء لا يسن له أن يقول ذلك. ثانيا، عدم الكلام أثناء قضاء الحاجة، فقد روى مسلم وغيره أن رجلا مر على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. ثالثا، ألا يتبول على شيء جامد خشية أن يتطاير منه الرذاذ فينجس الثوب، كما رواه أحمد وأبو داود. رابعا، إذا لم يجد ماء يستنجي به استجمر بالحجر أو بما يقوم مقامه من كل جامد طاهر طالع غير أملس. ويسن أن يكون الاستجمار ثلاثا، وذلك بعد التأكد من عدم بقاء بول في القبل، وهو ما يسمى بالاستبراء. وحديث من يعذبان في القبر لذلك وللنميمة معروف. ويسن أن يكون الاستنجاء باليسار لا باليمين. ومن الآداب عند الخروج أن يقدم رجله اليمنى ويقول غفرانك، كما رواه أحمد وبعض أصحاب السنن عن عائشة مرفوعا. وروي أنه كان يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاه. وإذا لم يكن هناك بيت خاص لقضاء الحاجة يسن ما يأتي، أن يقضي حاجته بعيدا عن أنظار الناس، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. وأن يستثر بشيء كحائط أو جذع نخلة أو أي شيء آخر. ثانيا، أن يبتعد عن الملاعن الثلاثة الواردة في حديث أبي داود وابن ماجه، وهي الموارد المائية والطرق ومواقع الظل، ومثلها كل ما يؤذي ويضر البيئة. ثالثا، أن يبتعد عن الحجر والشقوق، فقد تكون فيها حشرات مؤذية، كما رواه أحمد والنسائي وأبو داود. أما استقبال القبلة عند قضاء الحاجة، فقد روى مسلم وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. يدل هذا الحديث على احترام القبلة، فلا يكون الإنسان أثناء قضائها أو قضاء الحاجة المعروفة متوجها إليها ولا موليا ظهره إياها، وذلك أمر مندوب إليه وليس واجبا، فلو لم يفعل ذلك لم يرتكب إثما، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتزمه. فقد روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما بيت حفصة وهي أخته أم المؤمنين، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. ورأى جماعة من الفقهاء أن حرمة استقبال القبلة واستدبارها أو استدبارها أو الكراهة إنما يكون في الصحراء والخلاء حيث لا يوجد بناء ولا حواجز، أما إذا كان ذلك في البنيان فلا حرمة ولا كراهة. ومعلوم أن أماكن قضاء الحاجة في المدن وغيرها توجد في أبنية مستورة، فلا ينطبق عليها هذا الحديث. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود وابن خزيمة والحاكم بسند حسن أن ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة يبول إليها، فقال له مروان أليس قد نهي عن ذلك؟
قال بلى إنما نهي عن هذا في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبول جالسا وقد أوصانا بذلك، ونرى الآن الكثير من المراحيض العامة مجهزة بشكل يضطر المتبول إزاءها أن يبول قائما، فما الحكم في ذلك؟ جاء في زاد المعاد لابن القيم أن أكثر ما كان يبول النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد، يرتاد لبوله الموضع اللين الرخوة من الأرض، وإذا كانت هناك أرض صلبة أخذ عودا من الأرض فنكث به حتى يكون فيه ثرى ورماد. وقالت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمقبضه وهو باطن الركبة، وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب بالبول قائما، والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، وهي المكان الذي تلقى فيه الكناسة ويسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما. فالخلاصة أن التبول من قيام مكروه وليس بحرام، لما يترتب عليه من خوف التلوث من الرشاش واطلاع الغير على العورة، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية صقر، المعروف عند أكثر المسلمين أن الكلاب نجسة نجاسة مغلظة، لكننا نرى بعضهم يداعبها دون حرج، بل أصبح بعض الناس يربيها معهم في شقتهم، فما رأي الدين في ذلك؟ ذكر العالم الإسلامي كمال الدين الدميري المتوفى 308 هجرية في كتابه الجامع حياة الحيوان الكبرى، ذكر أن الكلاب نجسة سواء منها المعلمة وغير المعلمة والصغير والكبير، وبه قال الأوزاعي وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وكذلك الإمام الشافعي. ثم قال: لا فرق بين المأذون في اقتنائه وغيره، ولا بين كلب البدوي والحضري، وذلك لعموم الأدلة. أما في مذهب مالك فهناك أربعة أقوال: الأول طهارته، الثاني نجاسته، الثالث طهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره، والسؤر هو بقية الطعام والشراب. وهذه الأقوال مروية عن الإمام مالك. الرابع أنه يفرق بين البدوي والحضري، فالأول سؤره طاهر والثاني نجس، ويحكى هذا عن الحسن البصري وعروة بن الزبير محتجين بقوله تعالى: اسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم، ولم يذكر غسل موضع إمساكها، كما احتجوا بحديث ابن عمر الذي رواه البخاري حيث قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبول، ف
فلم يكونوا يرثون شيئا من ذلك. احتج الشافعية بنجاسة الكلب بحديث البخاري ومسلم الذي جاء في إحدى رواياته: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه وليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب. قالوا: ولو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته، لأنه حينئذ يكون إتلاف مال. وأما حديث ابن عمر قال البهقي عنه: أجمع المسلمون على أن بول الكلاب نجس، وعلى وجوب الرش من بول الصبي والكلب أولى. فكان حديث ابن عمر قبل الأمر بالغسل من ولوغ الكلب، أو أن بولها خفي مكانه، فمن تيقنه لزم غسله. ثم قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث: فيه وجوب غسل نجاسة ولوغ الكلب 7 مرات، وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير. وقال أبو حنيفة: يكفي غسله 3 مرات. ثم قال النووي: واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن المالكية قالوا: كل حي طاهر العين ولو كلبا أو خنزيرا. ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ما دام حيا على الراجح، إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة تبعا لنجاسة لحمه بعد موته. هذا وجاء في كتاب كفاية الأخيار في فقه الشافعية. قال النووي في أصل الروضة وفي وجه شاذ أنه يكفي غسل ما سوى الولوغ 1 مرة كغسل سائر النجاسات. وهذا الوجه قال في شرح المهذب إنه متجه وقوي من حيث الدليل، لأن الأمر بالغسل 7 إنما كان لينفرهم عن مؤاكلة الكلاب. ثم قال صاحب الكفاية بعد ذكر نجاسة الخنزير وكيفية التطهير منها، قال: وهل يقوم الصابون والأشنان مقام التراب؟ فيه أقوال: أحدها نعم، كما يقوم غير الحجر مقامه في الاستنجاء، وكما يقوم غير الشب والقرض في الدباغ مقامه. وهذا ما صححه النووي في كتابه رؤوس المسائل. والأظهر في الرافع والروضة وشرح المهذب أنه لا يقوم، لأنها طهارة متعلقة بالتراب فلا يقوم غيره مقامه كالتيمم. والقول الثالث: إن وجد التراب لم يقم وإلا قام. وقيل يقوم فيما يفسده التراب كالثياب دون الأواني. بعد عرض هذه الأقوال أنصح باتباع رأي الجمهور في نجاسة الكلاب، وعند التطهر من نجاستها يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب 7 مرات إحداهن بالتراب، وذلك لمن لا يحتاجون إلى معاشرة الكلاب. أما من يحتاجون إليها في الحراسة والصيد ونحوهما فيمكن اتباع رأي المالكية في الاكتفاء بالغسل بالماء، كما يمكن أن يستبدل بالتراب مادة أخرى كالصابون، وذلك فيما يفسده التراب كالثياب. فقد رأيت في فتح الباري
استدلال ابن حجر بحديث الإذن في اتخاذ الكلب للحراسة على طهارته، لأن في ملابسته مع الاحتراز منه مشقة شديدة، فالإذن في اتخاذه إذن في مكملات مقصوده، كما أن المنع من لوازمه مناسب للمنع منه، وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخبر الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل، وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل، والله أعلم. وما حكم أكل الطيور والحيوانات التي تتغذى على النجاسات؟ ثار الجدل في هذه الأيام حول لحم الدجاج الذي يضاف إلى علفه بعض المواد النجسة أو الكيماوية التي تسرع نموها وتزيد حجمها أو وزنها، وقد اختلف ذو الاختصاص والخبرة في تأثير ذلك على صحة الإنسان، ما بين مثبت للضرر وبخاصة في علاقته بأمراض كثيرة. وعلماء الإسلام تحدثوا عن هذا الموضوع من قديم الزمان بناء على نصوص وردت في ذلك، كلها تنتهي إلى النهي عن أكل لحم الجلالة وشرب ألبانها، والجلالة هي كل ما يتناول العذرة والأرواد، وهي تشمل الإبل والبقر والغنم والدجاج والأوز وغير ذلك من كل ما يتناول هذه المواد. قال العلماء: ولا يطلق عليها وصف الجلالة إلا إذا كان غالب علفها من النجس، كما جزم به النووي في تصحيح التنبيه. يؤخذ من هذا أن مناط النهي هو وجود رائحة النجاسة وتغير اللحم أو اللبن أو البيض، وذلك تابع في الغالب إلى كثرة ما تعلف به الدابة من النجاسة أو قوة تأثيره. يقول الدميري: ثم إن لم يظهر بسبب ذلك تغير في لحمها فلا تحريم ولا كراهة. وسئل سحنون وهو من فقهاء المالكية عن خروف أرضعته خنزيرة فقال: لا بأس بأكله. قال الطبري: العلماء مجمعون على أن الجدي إذا اغتسل بلبن كلبة أو خنزيرة لا يكون حراما، ولا خلاف في أن ألبان الخنازير نجسة كالعذرة. بعد عرض هذه الأقوال نستخلص أن الدواب التي يخلص علفها بمادة نجسة ولم يظهر فساد في لحمها أو لبنها أو بيضها ولا ضرر في تناوله لا يحرم أكل ذلك ولا يكره لزوال علة النهي وهي الفساد. أما إن كان علفها كله من مادة نجسة وظهر فساد اللحم واللبن والبيض فالخلاف موجود بين الحكم بالحرمة أو الكراهة، الكراهة التحريمية أو التنزيهية، وإن لم يكن فساد فلا حرمة، والأولى علفها بمادة طيبة مدة من الزمان حتى تقبل النفس عليها، فإن بعض النفوس لا تقبل الحلال الذي لا شك في حله. وكلام الأطباء والمختصين في هذا المقام له وزنه إن أجمعوا عليه، والله أعلم. وما حكم الإسلام في من يأكل الفسيخ والأسماك المملحة؟ جاء في إجابة للمرحوم الشيخ يوسف الدجوي عن الأسماك المحفوظة بالتمليح
جاء فيها أن السمك لا شك في طهارته حيا أو ميتا، لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال، رواه أحمد والشافعي وابن ماجه والبيهقي والدارقطني، وهو حديث ضعيف. وصحح الإمام أحمد وقفه على ابن عمر كما قاله أبو زرعة وأبو حاتم. ومثل هذا له حكم المرفوع، لأن قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علينا كذا مثل قوله أمرنا ونهينا. ولحديث الخمسة أي أحمد وأصحاب السنن الأربعة، وقد سئل الرسول عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لكن الدم المسفوح نجس، وهو السائل عن مقره في حال الحياة بنحو الفصد أو بعد الموت ولو بعد التذكية الشرعية من سائر الحيوانات ولو من السمك، خلافا للقابسي وابن العربي حيث قال إن الدم المسفوح من السمك طاهر. فالسمك إذا ملح ووضع بعضه على بعض صار فسيخا، فإن لم يتحلل منه دم مسفوح كان طاهرا وحل أكله. أما إن خرج منه دم مسفوح بواسطة الضغط عليه بشيء ثقيل مثلا فقد صار نجسا لا يحل منه إلا الصف الأعلى مع غسله قبل أكله. أما الطبقات السفلى فلا يحل أكلها على القول المشهور، وذلك لنجاستها بمرور الدم عليها وعدم إمكان تطهيرها لامتزاجها بالدم. ويحل أكل جميعه على رأي القابسي وابن العربي، وعلى المشهور إن شك في كونه من الصف الأعلى أو غيره جاز أكله، لأن الطعام لا يطرح بالشك. هذا هو حكم الفسيخ على مذهب الإمام مالك. ومذهب الحنفية أن السمك لا دم له، فإذا ملح صار فسيخا وحل أكله سواء أكان من الصف الأعلى أم من غيره، وذلك كله ما لم يخش ضرره، وإلا حرم أكله من أجل الضرر لا من أجل النجاسة. بعد هذا العرض يكون أكل الفسيخ حلالا عند الأحناف وبعض المالكية، فليست الحرمة متفقا عليها، والدين يسر، وذلك بشرط عدم الضرر من أكله. ويختم الشيخ الدجوي كلامه بقوله والورع تركه، والله أعلم. هل يجوز أكل ما طبخ بدهن الخنزير للضرورة، كأن يكون الإنسان في طريق لا يوجد فيه أكل آخر أو في عمل في الصحراء؟ شحم الخنزير كلحمه محرم لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فلا يجوز أكل اللحم أو الشحم أو ما طبخ به، وذلك بشرط الاختيار بأن يكون هناك طعام حلال آخر ولم يكرهه على تناوله أحد. فإن لم يوجد إلا لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه أو أكرهه على تناوله من هو أقوى منه جاز أكله، لأن هذه حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، بدليل قوله تعالى في الآية نفسها فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. وحكم الاضطرار هذا راجع إلى جميع المحرمات المذكورة في الآية، والمخمصة هي الجوع الشديد، والتجانف هو تجاوز الحد الأدنى في الأكل، أو هو العصيان في السفر على اختلاف للفقهاء في ذلك. فالآية تدل على تناول لحم الخنزير
أو شحمه عند الضرورة بشرط ألا يزيد على ما يمسك الرمق، فإن الضرورة تقدر بقدرها. والحالة الواردة في السؤال هي وجود الشخص في صحراء، إن كان في الصحراء طعام آخر ليس فيه لحم أو شحم الخنزير ويمكن الحصول عليه ولو بالشراء لا يجوز أكل الخنزير، فإن لم يوجد إلا هو ولا يمكن الحصول على غيره جاز له تناوله بقدر يسير. وكذلك من كان في طريق لا يوجد فيه غير لحم الخنزير أو ما طبخ بشحمه يجوز له أن يأكل منه بقدر الضرورة حتى يصل إلى مكان فيه طعام حلال، والله أعلم. يقول أحد الناس: سمعت من أحد العلماء أن الرجل الذي بيديه وشم لا يصح أن يكون إماما في الصلاة، فهل هذا صحيح؟ قال الخطيب الشافعي: الوشم وهو غرز الجلد بالإبرة حرام للنهي عنه، فتجب إزالته، وذلك إذا لم يخف ضررا من الأضرار التي تبيح التيمم بإحداث مرض أو زيادته، فإن خاف لم تجب إزالته ولا إثم بعد التوبة، وهذا كله إذا فعله برضاه بعد بلوغه، وإلا فلا تلزمه إزالته وتصح صلاته وإمامته لغيره، ولا ينجس ما وضع يده فيه مثلا إذا كان عليها وشم. ومن هذا يعلم أن الرجل المذكور في السؤال تجب عليه إزالة الوشم الذي فعله باختياره بعد البلوغ، وهذا إن كانت إزالته بطريقة لا تضر العضو الموشوم، فإن كانت الإزالة تضره فلا حرج وتصح صلاته. أما من وشم صغيرا فلا تجب عليه إزالة الوشم، وبالتالي تصح صلاته وإمامته. والوشم منهي عنه بحديث: لعن الله الواشمة فالمستوشمة. والصحيح أن حرمته مرتبطة بقصد الغش والتدليس أو الفتنة والإغراء، وإن كان البعض حرمه لأن فيه تغييرا لخلق الله، ولأن الدم النجس انعقد بسبب اللون الموشوم به ولا تزول نجاسته بالغسل كسائر النجاسات. ومن هنا حكم بعدم صحة الصلاة إلا بعد إزالته إن أمكن بدون ضرر. وكان الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام كغيرهم من الأمم، وكان يقصد به الجمال إن كان في شفتي المرأة، ويعرف باللمى، فاللمياء حسنة في أعين الرجال عندهم، كما قصد به في بعض البلاد تمييز القبائل بعضها عن بعض بخطوط ذات اتجاهات وأعداد متنوعة، كالموجود مثلا في بلاد جنوبي مصر، كما يعمل لأغراض أخرى في مواضع معينة من الجسم من أجل الجمال في عرف بعض القبائل أو إظهار البأس والقوة وغير ذلك من الأغراض، والله أعلم. وما حكم استعمال الفرشاة التي تصنع من شعر الخنزير أو يدخل شعر الخنزير في صناعتها؟ معلوم أن الخنزير يحرم أكله، أما طهارته فالجمهور على أنه نجس، والبعض قال إنه طاهر كالحمار والذئب يحرم أكلهما ومع ذلك هما طاهران. وكل حيوان لم يذبح ذبحا شرعيا أو كان مما يحرم أكله حتى لو كان طاهرا حال حياته كالحمار فإنه يعتبر ميتة، ولحم الميتة مع حرمة أكله نجس.
والنجاسة تشمل الجلد والشعر وكل ما يتصل به، غير أن جلد الميتة يطهر بالدباغ عند الجمهور، إلا جلد الكلب والخنزير فلا يطهر بالدباغ، ومثله الفراء والشعر، وعليه فلا يجوز استعمال جلد الخنزير وشعره في ملابس أو أحذية أو غيرهما على رأي جمهور العلماء. هذا هو حكم شعر الخنزير إذا أخذ بعد موته، أما إذا أخذ حال حياته فإن حكمه كحكم ميتته، وميتته نجسة فشعره بالتالي نجس، وذلك لحديث رواه الحاكم وصححه: ما قطع من حي فهو كميتته. واستثنى العلماء من هذا الحديث شعر وصوف ووبر مأكول اللحم فهي طاهرة، وعلى هذا لا يجوز استعمال شعر الخنزير إذا قص منه وهو حي في عمل الفراجين أي الفرش، حتى لو غلي هذا الشعر وعقل، سواء أخذ حال الحياة أو بعد الموت، لأن هذه الإجراءات الصحية لا تطهره، بل هي للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية، والنجاسة باقية لأنها نجاسة عين لا تطهر بهذه الوسائل مطلقا، بخلاف الشيء الطاهر الذي لاقته النجاسة فإنه يقال عنه إنه متنجس ويطهر بالغسل بالماء، والله أعلم. بعض مصانع السكر تستعين بالعظام المحروقة لتكريره، فهل يكون السكر نجسا؟ صدرت فتوى رسمية قديمة بأن العظم إذا كان من ميتة فهو طاهر في رواية ما عدا ميتة الكلب والخنزير، وعلى هذا فلا مانع من الاستعانة بالعظام في مصانع السكر للتكرير، والله أعلم. هل صحيح أن المشط المأخوذ من العاج وهو سن الفيل يعتبر نجسا؟ روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يقطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، وقال: حديث حسن غريب. وبناء عليه قال جمهور الفقهاء: إن عظم الفيل نجس ولا يطهر بحال، كما قال الشافعي ومالك وإسحاق، ورخص في الانتفاع به محمد بن سيرين وابن جريج وغيرهما، لما روى أبو داود عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها خلادة من عصب وسوارين من عاج. وروى البخاري عن الزهري قال: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون بها بأسا. والعصب ثياب يمنية، والعصب سن بعض الحيوانات يتخذ منه الخرز. هذا وقد قال الدميري في كتابه حياة الحيوان الكبرى ما نصه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم مشط من العاج، والعاج شيء يتخذ من ظهر السلحفاة البحرية، يتخذ منه الأمشاط والأساور. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثوبان رضي الله عنه أن يشتري لفاطمة رضي الله عنها سوارين من عاج. أما العاج الذي هو عظم الفيل فنجس عند الشافعي وطاهر عند أبي حنيفة، وعند مالك يطهر بصقله فيجوز التسريح بمشط العاج. وما دام عظم الفيل طاهرا عند بعض الأئمة فلا بأس باستعماله، واختلاف الآراء رحمة بالأمة، والله أعلم. هل صحيح أن السكين التي عليها دم
يمكن أن تطهر بمسحها بقطنة دون غسلها بالماء؟ في مذهب الحنفية أن من وسائل تطهير النجاسة المسح الذي يزول به أثر النجاسة، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم، فكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك، ويقاس عليها كل صقيل لا مسام له كالسكين والمرآة والظفر والعظم والزجاج والآنية المدهونة وكذلك غيرها. وعندهم أيضا أن القطن إذا تنجس يطهر بندفه ولا حاجة إلى غسله، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، أريد أن أعرف كيف أتوضأ وضوءا صحيحا مقبولا تصح به الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. معلوم أن الله قد فرض علينا الوضوء للصلاة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه الشيخان وبالإجماع على ذلك. وفرائضه الأساسية: أولا النية عند لمس الماء لأول عضو وهو الوجه، لحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وهي تكون بالقلب ولا يشترط التلفظ بها، بل التلفظ سنة عند بعض الأئمة. ثانيا غسل الوجه، وحده من أعلى الجبهة عند منبت شعر الرأس إلى أسفل اللحيين طولا، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ودليله الآية المذكورة. ثالثا غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق والمفصل الذي بين العضد والساعد، ولا بد من غسله مع اليد، ودليله الآية المذكورة. رابعا مسح الرأس، أي إصابته بالبلل بوضع اليد أو الإصبع على الرأس، ودليله الآية المذكورة. والمطلوب هو مسح بعضه عند بعض الأئمة، أو مسح كله عند بعضهم الآخر. فعند الشافعي يكفي مسح القليل ولو ثلاث شعرات، وعند أبي حنيفة لا بد من مسح ربع الرأس، وعند مالك لا بد من مسح كل الرأس. وأساس الاختلاف تفسير معنى الباء في قوله: برؤوسكم، وما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا ولا بأس بالأخذ بأي رأس. خامسا غسل الرجلين إلى الكعبين، ودليله الآية المذكورة. والواجب غسل الكعبين أيضا كما هو الثابت المتواتر من فعل الرسول وقوله. سادسا الترتيب كما جاء في الآية، ولعموم الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به، وللثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن الله ذكر في الآية ممسوحا بين مغسولات فدل على وجوب الترتيب، وهو ما رآه جمهور الفقهاء. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، والله أعلم. فضيلة الشيخ عطية، بعدما علمنا الفروض الأساسية التي لا يصح الوضوء إلا بها، هل هناك سنن للوضوء يساب الإنسان على القيام بها؟ سنن الوضوء التي يصح بدونها ولكن يثاب من فعلها كثيرة، منها: أولا التسمية في أوله، للحث على التسمية في كل أمر ذي بال حتى يبارك الله فيه، كما رواه أبو داود وغيره. ثانيا السواك،
وهو دلك الأسنان بأي شيء خشن تنظف به، وأفضله عود الأراك المعروف. وجاء في فضله حديث رواه مالك والشافعي وغيرهما: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. ويسن غسل السواك بعد استعماله، لحديث رواه أبو داود والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها: النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله، فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. ثالثا: غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، لحديث رواه أحمد والنسائي في ذلك. رابعا: المضمضة ثلاثا، لحديث أبي داود والبيهقي في ذلك. خامسا: الاستنشاق والاستنثار ثلاثا، أي إخراج ما في الأنف من أذى، لحديث رواه الشيخان في ذلك. والسنة أن يكون الاستنشاق باليد اليمنى والاستنثار باليد اليسرى. وتسن المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، لحديث صححه الترمذي. سادسا: تخليل اللحية، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. سابعا: تخليل الأصابع، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، ولفعله عليه الصلاة والسلام كما رواه أصحاب السنن. ثامنا: تثليث الغسل، كما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للأعرابي في حديث رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وكما كان يفعله هو كما رواه مسلم وأحمد والترمذي. وإذا صح أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة أو مرتين فذلك لبيان الجواز. تاسعا: التيامن، أي البدء باليمين قبل اليسار في اليدين والرجلين، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في تنعله وترجله، أي في لبس النعل وتسريح الشعر، وفي ظهوره كما رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها. عاشرا: الدلك، أي إمرار اليد على العضو مع الماء أو بعده، كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه ابن خزيمة وأبو داود وأحمد وغيرهم. 11: الموالاة، أي تتابع غسل الأعضاء بعضها في إثر بعض، بحيث لا يتخلل الوضوء عمل أجنبي أو فاصل طويل، كما كان عليه المسلمون سلفا وخلفا. 12: مسح الأذنين، كما كان يفعل الرسول ورواه أبو داود وغيره. 13: إطالة الغرة والتحجيل، بأن يغسل الإنسان جزءا من مقدم الرأس عند غسل الوجه، وبأن يغسل ما فوق المرفقين عند غسل اليدين، وما فوق الكعبين عند غسل الرجلين، لحديث البخاري ومسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. 14: الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف فيه. 15: الدعاء أثناء الوضوء، فقد روى النسائي بإسناد صحيح أن أبا موسى الأشعري سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويدعو: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. 16: الدعاء أو الذكر بعد الوضوء،
لحديث رواه مسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وفي رواية للطبراني والنسائي: من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع أي خاتم فلم يكسر إلى يوم القيامة. السابع عشر: صلاة ركعتين بعد الوضوء. وفي ذلك عدة أحاديث، منها حديث البخاري ومسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه هي أهم السنن المطلوبة في الوضوء. أما مكروهاته فهي ترك هذه السنن هذا. ويستحب الوضوء في مواضع، منها عند ذكر الله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وكذلك عند النوم، ويتأكد ذلك في حق الجنب كما في الأحاديث الصحيحة، وأيضا عند الغسل وعند الأكل مما مسته النار لحديث مسلم: توضأوا مما مست النار أي من أكله. ويسن تجديد الوضوء لكل صلاة لحديث: من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وحديث أحمد: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل